في نقطة الحكومة وفي نقطة قضية اتخاذ القرار للنظر بجدية إلى موضوع الاقتصاد. ذكرت أبو محمود أن احنا لما نتعرض لأزمة نبلش نرفع شعارات ترشيد الإنفاق وقضية بدائل النفط، ولكن في حالة الوفرة أو في حالة الراحة اللي هي المفترض أنك أنت في وضع فيها بشكل أقوى لأنك مرتاح يكون في تقريبا تقصير في هذا الجانب. أنت تشوف أن حكومتنا تنظر للاقتصاد بواقعية أم هي حكومة حالمة؟ والله انا قاعد اقول لك يعني حكومه تصريف العاجل من الامور. يعني احنا نسميها يعني الميزانيات، ويمكن صحح لي الدكتوره، يعني حكومه طوارئ. بالضبط، لان هي الميزانيه الموجوده عندنا ما زلنا احنا من قبل 50 سنه في امريكا، امريكا تجاوزوا عندهم ميزانيه صفريه يسمونها. احنا ما زلنا ميزانيه الصرف والايراد، ما وصلنا لميزانيه البرامج والاداء، يعني بحيث ان انا الحين بس احنا قدرنا قدر المستطاع يعني ضغطنا على الحكومه خلينا يعني في ربط ما بين ليش اقول خطه مهمه ام قلت لها اقتصاد ان نعم. قريناها والوزيره مجتهده يعني جزاها الله خير هند الصبيح انه يعني تحاول قدر المستطاع تلزم الوزارات انه يعني تحط ميزانياتها متوافقه مع اللي هو خطه التنميه. قبل سلامتك يعني اللي يحط البرامج برنامج الحكومه اكيد، ومن يحطها كل وزاره تقدم برنامجها. هذا اللي يحط البرنامج اصلا ولا له شغل في الميزانيات، يحط البرنامج انشائي احلام وين البرنامج من احلى ما يكون. اتي على الميزانيات يقول لا يبا انا مالي شغل، هذا هو يكتبه بروح، واللي مال الميزانيات تلقى عالم ثاني. يعني انتم اليوم قلصتوا هذه الفجوه، قلصناها ربطنا، قلنا غير مقبول ان تصير الميزانيه مو مربوطه مع الخطه ومع البرنامج، وهذه كلها مراقبه يعني بشكل دقيق.